السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في قناتكم قناة مطبخ الأصيل. اليوم راح ندير معاكم النوع الثالث من الطلبية اللي هو صابلي الريشة. أنا دائما في الطلبيات نبدأ نحضر التزيين، بعدها نروح ندير العجين. كما هنايا راح نستعمل هذا المول تاع الريشة، هذا هو. والشوكولا تاعي كنت ذوبتها في حمام مائي بدون اي اضافة. نحطها في المول بهذه الطريقة. بعدها نخبطها باش توزع لي شوكولا مليح. نحي الزوائد ونديرها في المجمد، نخليها بضع دقائق هنايا. بعد ما جبتها من المجمد راني ننزح فيهم بكل سهولة. هكذا يعني ندير الريشة تاعنا، نديروها على حسب كمية الحلوى. الان نروحوا نلمعوها. انا هنا جبت ملمع غذائي ذهبي وراح نستعمل البانسو ونلمعها بهذه الطريقة. الان نروحو نحضروا العجينه. هنايا عندي 500 غرام زبده تكون بحراره الغرفه. راح نزيدو معاها كاس سكر ناعم، كاس مايزينا، كاس زيت، وكاس كاكاو بني، ونزيدو معاها عطر القهوه. انا راح نضيف مغرف ونصف، يعني مغرفة كبيرة ونصف، ونلموها بالفارينة. هنا راني نضيف في المقادير. هنا درت الزيت، راح نضيف العطر القهوة، سكر ناعم، نخلطهم مليح. هذا الصابلي ما درتش فيه البيض، يجي بدون بيض وبدون خمارة، يجي بزاف هايل هذا الصابلي. نضيفوا الكاكاو البني. بعدها نضيفوا الفارينة تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. هكذا نلم العجين تاعي، شوفوا كيفاش جاتني، يعني تكون طرية هكذا. نحلوها في كيس بلاستيكي باش تساعدكم في الخدمة. هاوليك السمك تاعها.
انا هنا راح نستعمل طابع تاع القلب هاوليك. نطبع الحلوى تاعي كامل. نديرهم في صينية ونطيبهم على 180 درجة. هنا يا راهم طابولي، شوفوا كيفاش طابوا. نخليهم حتى يبردوا مليح. انا هنا راهم بردولي، راح نلصق حبة مع حبة بالمعجون هكذا. نكمل كامل الحبات. الان نروحوا للغلاساج. الغلاساج انا يا كنت ذوبت شوكولا سوداء، بعدها بديت نضيف لها في الماء الساخن تدريجيا. في الاول راح تبان الشوكولا تحكم باللي فزدت، لكن بتبقاو تخلطوا حتى تولي القوام تاعها هكذايا. راني غلاسي في الحلوى تاعي بهذه الطريقه هكذا. نحطهم في صينية. انا دائما في الجلاساج يعني الحلوة اللي نجلاسيها بالشوكولا نحط تحتها كيس بلاستيكي. لكن قبل ما نتنشف الحلوة تاعنا راح نروح نزينوها. هنايا الريشات اللي كنا وجدناها مع بعض، وراح نستعمل العقاش. نحط الريشات في جهة بهذه الطريقة، يعني قبل ما تنشف الشوكولا نحط الريشات تاعنا باش يلصقوا، والجهة الأخرى راح نحط فيها العقاش. هذه هي الحلوة تاعنا، وهذه هي طريقة التزيين. ان شاء الله تعجبكم الحلوة، وإلا عجبتكم ديروا لي لايك ودعموني باشتراك، وما تنسوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.